السلام عليكم اخواني اخواتي، شو اخباركم؟ عساكم بخير. ايفون 13 برو ماكس راح يكون اقوى واسرع هاتف في عام 2021، وراح يكون اغلى هاتف من سلسله الايفون القادم ومن اغلى الهواتف بشكل عام، بسعر يبدا ب 1099 دولار، هذا من غير الضرائب. راح نشوف كل المواصفات المؤكده من مصادرنا الخاصه والموثوقه اللي دائما تعتمدوا عليها، وفي النهايه راح تقرروا بانفسكم. لكن قبل أن نبدا، اذا كنتم من عشاق الايفون فكروا في الاشتراك في القناه، دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات ونغطي كل شيء اول باول، واتوقع يعجبكم المحتوى. تصميم الايفونات 13 ما راح يختلف بشكل كبير عن تصميم الايفونات 12، الا في حاجتين راح تميز الايفونات الجدد. اولا النتو راح يصغر بنسبه 30 الى 40%، هذا الكونسبت المتوقع للايفون 13. والشيء الاخر هو حجم الكاميرات العملاق في سلسله الايفونات 13 القادمه. بس ما لاحظتوا الشغله في الايفون؟ من ايفون 1 لحد ايفون 8 ابل كانت مميزة بزر الهوم، زر الهوم ما كان موجود في اي هاتف في العالم. ولما جاء الايفون اكس لحد ايفون 12 كان في النتو المميز. لو تلاحظوا ابل دائما تحاول تكون مميزة في الشكل حتى لو يخرب الشكل. والشيء الاخر اللي اعتبره سيء لنا بالنسبة لشركة ابل هو ان لما تصمم شيء تستخدمه لعدة سنوات، فالاشاعات تقول ان ايفون 2022 راح يكون بلا نتو. بس عودتنا ابل معظم الوقت لما تصنع جهاز تخلي نفس التصميم لعدة سنوات، فبالنسبة لي اشوفه من الصعب ان ابل هذه السنة تصغر النتو والسنة القادمة تحذفه بشكل نهائي، على الاقل تخليه سنتين او اكثر. اما بخصوص حدة الحواف اللي تكلموا عنها كثير في اليوتيوب، انا شخصيا استخدم الايفون 12 برو النسخة الصغيرة لهذا الجهاز وما حسيت يعني لمسات بسيطة ومش مزعجة ابدا، لكن اللي عنده ايفون 12 برو ماكس او جربه وما حس بالارتياح من خلال المسكة راح ينزعج اكثر بنسخة الايفون 13 برو ماكس. اولا سمك الجهاز راح يزيد وحجم البطارية راح يكون أكبر، وبكذا احتمال كبير راح يكون أثقل ومؤلم لليد للأشخاص اللي ينزعجوا من هذا الشيء. أما بخصوص شاشة آيفون 13 برو ماكس راح تكون بنفس الجودة الجميلة لآيفونات 12 برو، بألوان ودقة جميلة. شيئين راح يتغير واللي هو الإضاءة تحت الشمس راح تكون أفضل، والشيء الآخر اللي هو أكبر تغيير تردد الشاشة في الآيفون راح يتحول من 60 هرتز في الثانية إلى 120 هرتز في الثانية. هذا راح يخلي استخدامك للآيفون سلس، لما تلعب ألعاب راح تحسها كأنها حقيقية، الحركة سلسة جدا، وخاصة مع نظام آبل والثبات راح يكون جميل جدا ويتحدى أجهزة الأندرويد اللي من سنوات فيها هذا التردد. لكن حطوا في بالكم لما تلعبوا ببجي، كود، فورتنايت وإلى آخره لازم تكون تدعم هذا التردد العالي عشان تقدروا تستمتعوا بهذه التقنية. بس الحلو في شركة آبل لما تنزل آيفون بتقنية جديدة، معظم الشركات تنزل تحديثات لألعابها وبرامجها علشان تدعم هذه التقنية، والسبب أن لما ينزل الآيفون ينباع بملايين النسخ، مقارنة لما نتكلم مثلا عن زي فولد 3 مثلا راح يبيع نسخ محدودة، فالمبرمجين بشكل بديهي ما راح يبرمجوا لعبة كاملة علشان هاتف ما يبيع أكثر من 5 مليون نسخة. فمعظم شركات الألعاب والتطبيقات همها تربح من وراء هذه التطبيقات، فأكيد بتربح أكثر لما تصمم برامجها وألعابها للأجهزة الأكثر مبيعاً واللي هي الآيفون. والشيء الآخر اللي راح يحسن تجربة الاستخدام في الآيفون القادم هو الصوت، راح يكون surround sound. شو يعني؟ حالياً السبيكر يطلع من جهتين، يسار ويمين، لكن مع هذه التقنية الجديدة راح تسمعها من عدة مخارج وتحسها كأنه 3D، ومع تردد الشاشة العالي والشاشة الكبيرة والبطارية الكبيرة، خلينا نتكلم عن البطارية، راح يكون الآيفون القادم شيء رهيب. أما بخصوص البطارية، للعلم آبل هذه السنة قالت حق مصنعيها أنهم يزيدوا عدد الآيفونات 13 لأنها متوقعة تبيع أكثر من نسخ الآيفون 12 لعدة أسباب. أولا لأن البانديميك أو الوباء خلاص بدأت الناس تتعود عليه، وشراء الهواتف بعد ما كان يتناقص راح يرتفع. الشيء الثاني
بطارية الآيفون هذا السنة أخيرا راح تكبر. الشيء الثالث والكبير هو الكاميرا. خلينا نتكلم عن البطارية. البطارية بشكل مؤكد راح تكبر حجمها من 15 إلى 17% لكل الآيفونات القادمة. لكن للأسف تردد الشاشة معروف وشفناه في أجهزة الأندرويد يقلل من عمر بطارية الجهاز. فهذا يعني أبل لازم تسوي أوبتمايزيشن تحسين لأداء هذه الشاشة مع الآيفونات القادمة. وبكذا راح يعتمد عليها إذا راح تتحسن بطارية الجهاز أو لا. شخصياً أتوقع بطارية الآيفون 13 تكون بجودة أو بقوة بطارية الآيفون 11 برو ماكس واللي هي أفضل بطارية آيفون في تاريخ أبل تماماً. وللعلم تردد الشاشة الجديد للآيفون ذكي جدا واللي هو متغير. هذا يعني لما تستلم تنبيهات راح يقل التردد إلى 3 ترددات لكل ثانية وبكذا ما راح يستهلك طاقة. فعشان كذا أنا شخصيا متفائل ببطارية الآيفونات القادمة. أما بخصوص الكاميرات في الآيفون 13 برو ماكس هذه السنة راح تكون غير تماما، وهي السبب الرئيسي اللي خليني أرقي آيفون 12 برو إلى الآيفون 13 برو ماكس أو 13 برو. راح أشوف أول ما ينزل العدسات الثلاث كلها راح يكبر حجمها، راح تدخل إضاءة جميلة جدا بكل أنواعها، وراح يكون فيهن مستوى آخر من منع الاهتزاز. وأحلى ما في الموضوع العدسة الواسعة جدا الرهيبة الحين راح تحصل تحسين كبير جدا، راح تساوي بجودة الكاميرا الأساسية واللي هي 1.6F. اللي ما يعرف هذا الرقم، هذا يعني أن الكاميرا الواسعة جدا اللي الحين حاليا في اللحظة سيئة تعتبر في الأماكن اللي إضاءتها مش ممتازة في الآيفون 13 برو ماكس راح تتحسن بشكل كبير. من غير كذا أبل راح تضيف البورتريت مود بتقنية الفيديو، راح تقدر تعزل الشخص وانت تصور فيديو. فانا شخصيا يمكن استخدمه حتى حق اليوتيوب لما اكون مسافر ولا شيء ما اريد اشيل كاميرتي، راح اخلي الايفون هو اللي يصورني ويعزلني ويعطيني بروفيشنال لوك بدون الحاجة الى كاميرا محترفة. بصراحة موضوع الكاميرات للايفون القادم هذا السنة يحتاج له فيديو منفصل، لان في كثير من التفاصيل في كثير من الاشياء الجميلة، لكن بشكل عام راح يتحسن بشكل كبير. الايفونات القادمة راح تجي بمعالج A15، تحسن طفيف من التغيير القوي في A14 كافي لحد 5 سنوات قدام. A15 راح يكون تحسن من 10 إلى 15% في السرعة والأداء. الجميل في أبل أنها تصنع أقوى معالجات هواتف في العالم، وهي حاليا قاعدة تصنع معالج بدقة 3 نانومتر. هذا يعني راح يوفر طاقة أكثر من 20%. المحللين يقولوا إن في هاتف 2022 راح ينزل هذا المعالج. أما بخصوص كمية الرام اللي راح تكون موجودة في الآيفون القادم، للحين ما في أي خبر شبه مؤكد، أتوقع راح يكون بين 6 إلى 8 جيجا رام. للعلم الرام هو اللي راح يخليك تشغل تطبيقات وبرامج ثقيلة في الخلفية وما يسكرها لما تطلع منها. فمثلا لما تعمل إديت لصور أو فيديوهات راح يكون البروسس أسرع، وراح تقدر تحط طبقات وفيديوهات طويلة بدون لا يقطع عليك. الايفونات 13 راح يعلن عنها في منتصف سبتمبر، وفي نفس الوقت راح نوزع جائزة الايفون 13. طبعا اللي ما مشترك راح احط تفاصيل المسابقة تحت الفيديو. باختصار خمنوا اسم الايفون 13 القادم، لان احتمال ما يكون اسمه ايفون 13 بسبب الرقم 13 المشؤوم في بعض المجتمعات. فاللي يخمن صح راح يدخل المسابقة. راح نعمل بث مباشر مع الاعلان عن الايفون 13 وراح نعلن الفائز بطريقة مباشرة في المؤتمر. وطبعا نشرك شركة ستاكري على رعايتها لهذه المسابقة وتوفير الايفون لكم. للعلم انا دائما استخدم شركة ستاكري لما اريد اشتري حاجات من امريكا وعليها ديسكاونت خاصة في بلاك فرايداي، ولما ينزل الايفون ما اريد ادفع الضرائب العالية اللي موجودة هنا في منطقة الخليج، فاستخدم شركة ستاكري. راح احط روابطهم تحت الفيديو. اما بخصوص الاسعار والسعات، الايفون 13 برو ماكس راح يبدا بسعره ب $1099 من غير الضرائب بمساحه 128 جيجا. ال $1199 راح تعطيك 256 جيجا. كتبوا لي في التعليقات رايكم، تشوفوا الايفون القادم يستاهل الاقتناء ولا لا؟ اشوفكم على خير باذن الله.